الشاهد عندما نرجع إلى النحو. نعم. النحو. نعم. نعم. فكنت عند شيخي هذا أتيه كل عطلة صيفية وقاله ربع الألفية. نعم. في عطلة السنة المتوسطة الأولى. نعم. قالت من أول الألفية إلى نعم. باب الفاعل. نعم. ثم بعد ذلك باب الفاعل إلى نهاية إلى بداية التوابع. نعم. نهاية أفعل التفضيل. نعم. تنتصب الألفية عند قوله ورفعه الظاهر نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبت كلن ترى في الناس من رفيق لا به الفضل من الصديق. هذا متصل الألفية. نعم. السنة التي بعده هذا قرأت عليه من هذا من التوابع. نعم. إلى الربع الثالث لعله عند جموع التكسير أو قبلها بقليل جموع التكسير. نعم. وبعد ذلك قرأت عليه الباقي لكن انقطعت عن النحو مدة. والتحقت بكل التجارة ثم تخرجت وعملت في الوظائف الحكومية. نعم. مدققة حسابات ثم مديرا لقسم التدقيق ثم مديرا للإدارة المالية بشرطة المدينة لمدة 20 عاما لله الحمد. ثم هي الشرطة. نعم. الشرطة. بعد ذلك دخلت أيضا نقلت إلى الأمن العام وظيفة محاسب ثم أخذت التقاعد لله الحمد من الوظيفة الحكومية واشتغلت مدة أيضا مفتش مالي في نفس الوظيفة المالية. نعم. ثم تركت الوظيفة. نعم. عام 1423 وطلب إلي طلب مني أهل المعهد أو تقدم أخي عبد الله بالأصح إلى مدير المعهد الدكتور علي العبيد. نعم. وقال له أخي يدرس نحو وقال فليتقدم. تقدمت وقبلت في كمدرس في المعهد. نعم. كنت أدرس فيه الحقيقة مادة الفرائض التي درستها دراسة جيدة وأحفظه للحم الرحبية وأحرص كثيرا على تدريسها لمن يرغب أو في ذلك. نعم. والحمد لله وزعوا التركات. تقسم التركات. قسم التركات خاصة. نعم. 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 للعائلة. قسم التركات للناس الحمد لله. نعم. مجانا لأن من فضل الله سبحانه وتعالى أنعم الله علي بأن الحمد لله لا أحتاج إلى أجرة. نعم. وعملت في التدريس خاصة حقيقة. أنت خريج تجارة. الله يحفظك. نعم. حساب جيد عندي الحمد لله. جيد.